يشرفني أولا أن أنقل لكم تحيات شعب فلسطين في القدس في الضفة في قطاع غزة في مخيمات الشتات أن أنقل لكم تحيات المقاومة الفلسطينية في هذه الذكرى التي لا نرى أنها مناسبة للاحتفال بل هي مناسبة لتجديد العهد وتأكيد الوفاء لشهداء تونس على رأسهم القائد والزعيم الوطني الكبير ومؤسس الجبهة الشعبية الرفيق شكري بلعيد لشهداء شعب تونس الذي شق الطريق أمام شعوب أمتنا العربية نحو الكرامة الوطنية ومن أجل الحق في العيش الكريم ومن أجل العدالة الاجتماعية والحق في العمل والسكن اللائق والمساواة في المواطنة بين الرجل والمرأة وفتح آفاق الغد المشرق لجيل الشباب وتحقيق الديمقراطية وحرية الرأي والاجتماع وحرية الضمير بعيدا عن كل أشكال الاستبداد والقمع والاضطهاد. تأكيد الوفاء لجيش تونس المقدام الذي يدافع عن تراب وطنه وكرامة شعبه ضد الإرهاب والفوضى وضد محاولات الرجوع بالبلاد إلى الخلف. لقد حققت تونس بعزيمة شعبها وإصراره خطوات مهمة إلى الأمام على طريق الثورة، لكن هذا الطريق ما زال طويلا وشاقا وحافلا بالصعاب، ولنا ملء الثقة أن إصرار المناضلين على التمسك بأهداف الثورة ومهما غلت التضحيات في حزب الوطنيين الديمقراطيين وفي الجبهة الشعبية وفي عموم المناضلين اليساريين والديمقراطيين في تونس سوف يتغلب على كل المصاعب إلى أن يحقق هذا الشعب العظيم أهدافه المقدسة. إن الشعب الذي قدم المئات من أبناء الشهداء وعلى رأسهم كبيرنا شكري بلعيد لن يعرف إلا الانتصار. لقد ظنوا أنهم باغتيال